لنا اتصال مع فضيلة الشيخ المفتي الشيخ الدكتور الصادق الغياني. كيف حالك شيخنا كريم؟ يا مرحبا، حياك الله شيخ سعد، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك، الله يسلمك. سمحنا شيخ الصادق ناخذ من وقتك دقائق في هذه الذكرى المباركة، ذكرى ثورة فبراير، بمرور 10 سنوات على هذه الثورة المباركة. هل لك من كلمة لنا وللمهجرين ولشعب ليبيا بالكامل، ما من توصية، من نصيحة، من توجيه؟ جزاك الله خير شيخ صادق. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي السادة المشاهدين والمستمعين الكرام، وبارك للشعب الليبي الكريم الذكرى 10 للثورة المجيدة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكلل المساعي بالنجاح ويبدل حالنا حيث نتخلص من هذا البلاء وهذا الفساد المالي والإداري وما يرزح الناس تحته الآن من ظلم وقهر. لم يبق لنا من الثورة إلا حرية الكلمة، تخلصنا من القهر والاستبداد وكتم الأنفاس، لكن باقي أنواع الفساد للأسف لا تزال ضيقة أطنابها. ونامل أن يكون العهد الجديد في الحكومة القادمة أن يكون يعني قدومها أن يكون قدومها قدوم خير للبلد، تخفف على الناس من أزماتها ورفع الظلم والقهر، ويعني ترد للناس بعض حقوقها المسلوبة. والخطاب الديني له عليه معول كبير لإصلاح الأحوال. الخطاب الديني جربناه في الأيام الماضية أو في السنين الأولى، السنة الأولى والثانية من الثورة، إن كان تأثيره عظيما عندما كان الخطاب الديني يقبله الناس جميعا والكلمة مجتمعة عليه، الخطاب الذي يقوله صاحبه كما أراده الله، كما أراد الله لهذا الدين. عندما كانت الكلمة واحدة كان الخطاب مؤثرا، يؤثر على السياسي ويؤثر على السفراء ويؤثر على الدول كلها، وذلك كان مثل القرارات، الخطاب الديني كان فعالا. ولما حسوا بخطورته وتأثيره على القاعدة يعني بدأت الإرهاصات، تفريق الناس والتدخل الأجنبي. منذ ذلك الوقت انحرفوا بالخطاب الديني وشوهوه وشيطنوه وسلطوا عليه القنوات الفضائية والإعلام الفاسد المأجور، لأنهم يريدون خطابا دينيا كما تريده أمريكا وما تريده الدول الغربية. من ذلك الوقت يعني قبل هذا التدخل كان الخطاب الديني يحارب المنكر أي كان، سواء كان مخالفة في صلاة ولا في صيام ولا في حج، أو كان في الشأن العام وفي السياسة وفي الاقتصاد. ما كان الناس يفرقون، وإذا تكلم الشخص الذي يتكلم بالخطاب الديني يقول أنت تسيس الدين والله من تدخل الدين في السياسة، هذا ما كان موجود. لكن هذه المفاهيم هذه التي يريدها الغرب، هذه التي يريدها أعداء الإسلام، وذلك هذه تمكنت منا ومن عقولنا ومن خطابنا الديني منذ أن سمحنا بالتدخل الأجنبي في بلادنا. من ذلك الوقت أصبحت يعني أصبح الخطاب الديني غير فعال، يعني تكلم ما شئت. أولا هو لا يخاطب أحيانا، في الغالب والكثير
خطاب ديني لا يعالج المشاكل الحقيقية القائمة. ينبغي الإنسان اللي يقف على المنبر أو في درس أو في حلقة فضائية أن يأتي إلى هذه المشاكل العظيمة التي ترهق المواطن، الظلم والقهر والحرمان وانعدام الخدمات والمرضى الذين يئنون والناس الذين سلبت أموالهم وحقوقهم وحجروا من ديارهم ويخرجونها بغير حق، والآن يعني صاروا في أوضاع مأساوية لا الدولة استطاعت يعني أن تنظم أمرهم وتكفيهم شؤونهم وحياتهم، ولهم استطاعوا أن يتمكنوا من الرجوع إلى ديارهم، فهم في ورطة. خطاب الدين الآن انصرف عن هذه القضايا الكبرى، القضايا المصيرية التي تهم الأمة، وأصبح إن ذاك تكلم الشخص في الشؤون العامة يقول لك هذا يريد أن يسيس الدين وكذا، وهذه كلها يعني انحراف لما الدين. الله تبارك وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المنكر كل منكر سواء كان في السياسة ولا في الشأن العام ولا في العبادات، لكن الذين لا يريدون لهذا البلد أن يرتفع أمرها ويريدون أن تبقى تحت الهيمنة الأجنبية يعني فسروا لنا الدين حسب هواهم وحسب ما يريده الغرب وتريده أمريكا، وذلك شيطان الخطاب الدين وجعلوه غير مؤثر، فرقوا الصفوف وفرقوا النخب وأصبح كل واحد مقتنع بهذا الكلام الفاسد الذي هو غير صحيح، حتى من النخب السياسية والنخب اللي هي توجه إسلامي أحيانا، وفرقوا الكتائب واللي عندهم السلاح كلهم فرقوهم، فأصبح الخطاب الديني أفرغهم من محتواه وأصبح وصار غير مؤثر كما كان هو في العام الأول والثاني من الثورة. نسأل الله تعالى أن يرفع الظلم عنا ويردنا إليه ردا جميلا ويصلح أمرنا ويجمع كلمته على الحق والدين. شكرا، السلام عليكم.